السلام عليكم يا شباب، معاكم فاروق واهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات جوكر سوفت. والفيديو ده هيكون ضمن سلسله الفيديوهات اللي بنجرب فيها برامج السوفت وير المدفوعه، وكنا جربنا اكتر من برنامج في الفيديوهات اللي فاتت من شركه تينور شير. وبالمناسبه الشركه عامله عروض وخصومات كبيره على برامجها ومنتجاتها بمناسبه احتفالات راس السنه، وتقدروا تدخلوا وتشوفوها من الرابط الموجود في وصف الفيديو. والنهارده بقى هنجرب مع بعض برنامج جديد، وهو برنامج فور يوكي فور اندرويد، ونعرف مع بعض مميزاته وعيوبه، وفي اخر الفيديو هقول لكم ملاحظات عليه زي ما اتعودنا في كل البرامج اللي بنجربها مع بعض. ودلوقتي لو انت اول مره تشوف فيديوهاتنا او متابعنا لكن مش مشترك في القناه، فخليك جدع وانزل اشترك في القناه وفعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده. ويلا بينا نروح على الموقع الرسمي للبرنامج ونشوف مميزاته. ولما نروح للموقع الرسمي ونشوف اهم مميزات البرنامج، هنلاقيه داعم حذف رموز قفل الشاشه والنمط وكمان البصمه والباسورد، بس هيحذف كل الداتا الموجوده على الجهاز، ودي حاجه مش كويسه طبعا. وكمان داعم حذف حساب جوجل وحمايه اف ار بي لاجهزه وموبايلات سامسونج، ودي تعتبر اهم ميزه في البرنامج. وداعم كمان العمليات دي على نظام الماك للناس اللي شغاله ماك مش ويندوز. ولو نزلنا شويه هنلاقي توضيح ونظره على اهم العمليات المدعومه على البرنامج. ولو رحنا لصفحه الاجهزه المدعومه على برنامج فور يوكي هنلاقيه داعم اغلب اصدارات الاندرويد لحد اصدار اندرويد 9، وكمان داعم موديلات وموبايلات اندرويد مختلفه، لكن داعم حذف حسابات جوجل لموبايلات سامسونج بس. وكمان في نسخ من البرنامج بتشتغل على نظام الويندوز ونسخ تانية بتشتغل على نظام الماك. ولو نزلنا تحت شويه هنلاقيه داعم موديلات سامسونج كتير جدا تقدر تحذف منها حساب جوجل وحمايه اف ار بي، لكن طبعا لازم نجرب بنفسنا ونشوف هل العمليات دي شغاله ولا لا. ودلوقتي هنرجع تاني للصفحه الرئيسيه للبرنامج علشان نحمله على جهازنا، وبعد ما نحمله نثبته ونجربه ونشوف. بعد ما ثبتنا البرنامج هيظهر قدامنا بالشكل ده، والبرنامج داعم اللغة العربية ضمن اللغات اللي موجودة في البرنامج. ودلوقتي أول خطوة لازم نفعل البرنامج، وفوق في البرنامج هتلاقي اختيارات إما لشراء البرنامج من الموقع الرسمي، وده هيدخلك على الموقع الرسمي مباشرة علشان تعرف الأسعار، أو تفعيل البرنامج لو معاك سيريال. وطبعا احنا معانا سيريال للبرنامج، فبالتالي هنضغط على صفحة التفعيل. ودلوقتي هنكتب الإيميل اللي سجلنا بيه واحنا بنشتري البرنامج، وكمان هنكتب سيريال للبرنامج اللي وصل لنا على الايميل بعد ما اشترينا البرنامج وفعلناه، وبعدها هنضغط على تسجيل، والبرنامج هيعمل اتصال بالسيرفر ويتاكد من المعلومات اللي دخلناها. وبعدها تظهر لنا صفحه ثانيه فيها معلومات حسابنا ومده التفعيل وعدد الاجهزه اللي نقدر نشتغلها على البرنامج زي ما شايفين كده. طيب نيجي بقى للمهم، وهو تجربه البرنامج الفعليه. وطبعا زي ما شايفين برنامج فور يوكي اندرويد داعم حذف النمط والباسورد، وكمان داعم حذف حسابات جوجل وحمايه اف ار بي لموبايلات سامسونج. وانا هنا هركز على عمليه حذف حساب جوجل وهجرب معاكم البرنامج. والتجربه هتكون على تاب سامسونج A7 2016 موديل T280، والتابلت اللي معانا عليه حساب جوجل وحمايه اف ار بي. واول حاجه هنوصل التاب بالانترنت وهنفتح واي فاي، وبعد ما نوصله بالانترنت هنوصل التابلت نفسه بالكابل. ودلوقتي هنرجع على البرنامج وهنضغط على إزالة حساب جوجل وحماية اف ار بي، وهنلاقي البرنامج قاري موديل التاب اللي معانا وكاتب لنا ملاحظات زي توصيل التاب بالواي فاي وكمان توصيل التاب بالكابل. ودلوقتي نكون جاهزين وهنضغط على بدء الإزالة وهنشوف العملية هتتم ازاي، وهنلاحظ ان البرنامج بدأ في عملية حذف حساب جوجل من التابلت، بس انا لسه مستني الخطوات اللي جاية علشان اتأكد من آلية عمل البرنامج، فهسيبه شغال دلوقتي للاخر وهشوف. ودلوقتي ظهرت لي رساله علشان اثبت تعريفات لايب يو اس بي او لايبراري يو اس بي، هكمل معاه وهضغط على تثبيت وهستنى شويه. ودلوقتي ظهرت صفحه ثانيه فيها بعض التفاصيل المهمه. انا كده عرفت اليه عمل البرنامج، وهي انه بيبعت رابط للتابلت او موبايل سامسونج من المدعومين، ومن خلال الرابط بتقدر توصل لمتصفح الموبايل او التابلت، وبعدها بتحمل تطبيق تخطي حمايه اف ار بي. لكن لسوء الحظ التاب اللي معايا ثغره فتح المتصفح مقفوله فيه، وبالتالي لما البرنامج يبعت لنا الرابط على التاب علشان نفتحه التابلت هيرفض وهيقول لنا ان الثغره دي مقفوله، لاننا زي ما قلنا الثغره دي مش شغاله على موديل التاب اللي معانا، لكن اكيد شغاله على موديلات سامسونج تانية. يعني البرنامج بيتخطى حسابات جوجل عن طريق ارسال رابط فتح المتصفح،
لكن مش بيحذف الحماية بطرق تانية، لان انا كنت فاكر ان البرنامج هيحذف الحماية مباشرة من الجهاز. طيب دلوقتي انا جربت البرنامج وسواء حذف الحماية من التاب اللي معايا او لا، بس انا عرفت هو بيعتمد على ايه، وانتو كمان اكيد عرفتوا. واللي لسه معرفش، فالبرنامج بيتعامل مع الموبايل في وضع MTP، ومن خلاله بيبعت رسالة او نافذة للموبايل فيها رابط فتح المتصفح، سواء صفحة جوجل او صفحة يوتيوب. وبعد ما تفتح المتصفح بتحمل تطبيقات تخطي حسابات جوجل، وبتكمل بقى الخطوات اللي كلنا عارفينها، زي ما بتشوفوا فيديوهات كتير عن استخدام الثغرات عن طريق متصفح الهاتف. وانا كنت فاكر البرنامج بيشتغل بطريقة مختلفة، لان الثغرة دي في برامج وادوات كتير بتدعمها، والاهم انها مجانية بدون اي تفعيلات. واشهر البرامج والادوات دي اداة فريق EFT، وهي اداة سامسونج FRB2، ودي اداة مجانية وبتتعامل مع الموبايل في وضع MTP برضو. يعني الخلاصة من تجربتي للبرنامج كالاتي: بالنسبة لفنيين السوفت وير يقدروا يعملوا نفس العملية المدعومة على برنامج فور يو كي اندرويد باستخدام برامج وادوات مجانية زي ما قلنا، ومش هيحتاجوا انهم يفعلوا برنامج فور يو كي الا في حالات قليلة جدا، في حالة ان نزل اصدارات اندرويد تانية الادوات المجانية مش دعمها. لكن البرنامج ممكن ينفع المستخدمين العاديين اكتر اللي محتاجين ادوات وبرامج مشهورة تقدر تساعدهم في حذف حساب جوجل من موبايلاتهم، واعتقد ان اكترهم هيكونوا مستخدمين اجانب او مستخدمين عرب مش عايزين يتعبوا نفسهم في البحث عن بدائل مجانية. اما بالنسبة للسوفتاجية الهارد كور، فبرنامج فور يو كي مش هيساعدهم كتير في شغلهم، لاننا زي ما قلنا ان في ادوات كتير مشابهة ليه مجانية وبدون اي تفعيلات، ده غير البوكسات اللي موجودة عندهم طبعا اللي بتدعم حذف FRB لموديلات وموبايلات وحمايات مختلفة. ودي كانت تجربة ونظرة سريعة على برنامج فور يو كي، ووضحنا فيها اهم النقط عن البرنامج، وبرضه هسيب لكم رابط البرنامج والموقع الرسمي في وصف الفيديو لو محتاجين تعرفوا معلومات اكتر عنه وتعرفوا الموديلات المدعومة فيه. وطبعا لو استفدت من الفيديو يبقى ادعمنا بلايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام.